نحن ربحناها عمنا ولا خويا لي وروتور والسنه زاد كيف كيف والاسبيرونس ديما ما توقفنيش راهو هذه معروفه راهو النادي الاهلي البنزرتي ديما الاسبيرونس ما توقفنيش خوف الماتش واللي يربح صح حالي انا ما نعرفش عليك جينا ترجي مانيش عارف انا اخويا نحس روحي مانيش بنزرتي وين نمشي نتفركس وين ماشي شتا حالي يا اخويا شوم لاباس يا اخي تروح لاسبيرونس ديما الحاكم يبدا معناتها يبدا واقف وقفه صعيبه ياسر مع جمهور السيابي خاصه وجمهور لاسبيرونس هذا كيف كيف ما ننساوش حكاية أو السردين اللي غنيوها في الفيستير نتاعهم وإن شاء الله اليوم يراو السردين إيش باش تعمل فيهم. كنا نلعبوا مع الإسبيرونس مثلا خايفين هكا وداك توا ولينا نلعبوا معاها كي نخرجوا بتروح طاولة ما يساعدناش. هيثم الراجدي شوية حياد وكاها ما يسالش يعني كنا ولاد تونس واحد ما فيها باس يعني ينقص شوية بالميولات شو نقولوش للتاريخ؟ ان شاء الله زينه. ان شاء الله مربوحه. زينه يا رب ان شاء الله زينه ان شاء الله مربوحه وينورونا الاولاد اليوم وان شاء الله نروح رياضيين. بلاش في لقاء النادي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي السؤال المطروح هو كيفاش باش تكون المباراة بين زوز فرق كانوا يتنافسوا في الموسم الفارط على لقب البطولة. زوز فرق اللي كانوا يغيب عليهم بعض من اللعبية كيما بن مصطفى في النادي البنزرتي مساكني ونيونغ في الترجي. المدرب نبيل معلول يبدأ بيوسف البليلي كأساسي، البليلي اللي حاول منذ البداية المباغتة والكرة الجانبية. النادي البنزرتي يرد الفعل بعد ركنية العربي جابر لكن بن شريفية يتدخل. بعد الفرصة هذه مخالفة للترجي خليل شمام في التنفيذ إيهاب المساكني في الموعد والبقية هدف أول للترجي بعد 13 دقيقة مع تطبيق سيء لخط التسلل من دفاع النادي البنزرتي. التغيير الأول في تشكيلة الترجي جاء على بكر بعد إصابة كلوتي اللي غادر ويأخذ مكانه هيثم الجوين. سيابي حاول يرجع في المباراة بعد عملية فنية منور حضرية يراوغ يسدد والكور على القائم. نادي البنزرتي يزيد الضغط، محمد علي المهذبي في موقع ممتاز يسدد لكن كورته جانبية. مردود الحكم سعيد الكردي في الحقيقة عرف في احتجاجات كبيرة، خاصة بعد انفراد الجويني بالحارس البجاوي والحكم يعطي ورقة صفراء المهاجم الترجي. تقدير نحن كوني ورقة حمراء للسيد بتاع ديفونسور بتاع سيابي اتضح اللي هو اعتبر ورقة سيميلاسيون للاسم، مش معقول. في الشوط الثاني كان من المنتظر أن نادي البنزرتي هو اللي يمشي للهجوم لكن الترجي كما بداية المباراة كان هو المبادر إيهاب المساكني في مرة أولى يسدد لكن كرته ضايعة ثم البليلي وحسن البجاوي موجود. التغييرات الاضطرارية تتواصل في الترجي خليل شمام يصاب ويأخذ مكانه شاكر الزواغي ويمشي بن منصور كظهير أيسر. في الدقائق اللي بعد النادي البنزرتي هاجم المهذب يسدد وكرته جانبية. نادي البنزرتي ديما في الهجوم ويوسفا يضيع على فريقه هدف التعادل والمباراة تولي فرصة بفرصة وشاكر الزواغي في خطة مهاجم ميقاسية وتدخل جميل من حسين البجاوي وهكا توفى المباراة على انتصار الترجي واحد بلاش في مقابلة عرفت احتجاجات كبيرة.
احتجاجات كبيره كانت بعد هذه المباراه. نحب نواصل مع انيس الصحباني حول الحركه اللي كان قام بها المدرب السيد نبيل معلول وعند خروجه من دخوله لحجرات الملابس، ايضا الاعتداء اللي كان قبل المباراه على اريسون فول، قصنا الماء بعد في حجرات الملابس على حجرات الترجي التونسي، هذا الكل نرجع له في الصور هذه. مش معقول انا مستغرب اللقطه هذه ماهيش معقوله، يلزم هذه ناخذ فيها موقف. جمهور النادي البنزرتي وقت اللي خارجين قالوا انه سي نبيل معلول عمل جيست معناتها وقت اللي هو خارج، ذولي تغشوا منها ما عادش اسمه موجود الجيست هذه ولا معناتها شنو تقول لهم اذا كان ربي يهديهم؟ ما عندي ما نقول لهم، ما عنديش باش نقول لهم حتى شيء، انا عندي جمهور الترجي هو اللي يهمني. انا معناها عبرت على الانتصار نتاعي على الفيكتوار نتاعي، ماشي يفهموا حاجه اخرى، يفهموها كما يحبوا هما، سي با مون بروبليم، سي با مون بروبليم دو تو. توجه الجماهير وقام بلقطه يعني ما جامش قولها في تلفز تونس، رات العمليه كاميرا من غير ما يشعر بدنه وحده دار دو فهمني كاو. اجي اقول لك هذيك شنو تستحق الكره التونسيه، تستحق الجمهور هذايا، تستحق الحكام هذوما، تستحق الاعلام هذو الرياضي اللي مواكب فهمني، تستحق الاطراف الكل، تستحق اللاعبين اللي موجود في البطوله، وتستحق المنتخب اللي موجود هذاك، تستحق زاد المسؤولين، تستحق المسؤولين بالطبيعه، تستحق المسؤولين اللي يخرجوا على الاطار الرياضه. واحنا ونايتي اكزومبلير يعني ذولي مع الترجي الرياضي التونسي، و استقبلناك احسن استقبال. الشيء نحب نقوله لهم جمهور نادي بنزرتي اللي عملوه قبل الماتش عيب، خاطر جرحوا افول ولعب وهو مجروح، وهذا معناه ما يليقش بالسيابي. Yeah, I was injured before the match, but I couldn't put that in my head because whether you are injured or not, you are playing. From the fans, they threw a stone before the warm up, but I think I had encouragement from the team and also from the technical team. So the most important thing is we won and we have the 3 points. So I'm just happy and I don't think about the injury anymore. جاتو حجر هنا في هذا 4 points شو كيو. هذا قبل الماتش ولا وقت بدا؟ وقت هو رجع من الشارع. كانت هذه كل الاحتجاجات اللي كانت صايره في مباراه الترجي هذه التونسي والنادي هذه البنزرتي حول اصابه فول، حول الحركه اللي قام بها سيد نبيل معلول. ان شاء الله بعد نحاولوا نتصلوا بسي نبيل معلول حتى نستفسروا ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط. هذه هي الحركه اللي كانت قدامنا، الصوره ما كانتش معناها واضحه بيتم معنى الكلمه، لكن ها هي التصويره، وحرصنا وكونوا حتى شفنا حتى بعض الصور الاخرى اللي كانت على الفيسبوك باش نعطيه كل حق حقه. هذيك التصويره جماهير الاسيابي من حقها تقول اللي شنو معناتها يرضيها وشنو يريحها، ايضا المدرب نبي معلوم من حقه يقول شنو اللي يراه وشنو اللي يريحه. تنحاولوا نتصلوا به حتى نفهموا اكثر. نمشيو للتصريحات بعد المباراه والامور الفنيه كما كان حاضر شاكر الكنزاري ونيس السحباني. احنا ناخذوا كل مباراه وحدها، المنافس نتاعنا امبورت بو بالنسبه لنا احنا، عمرنا ما نعلقوا معناها نحضروا تحذير خاص المنافس مهما تكون معناها اسم المنافس. الترجي هي
معناها اقوى فريق حاليا، يلزم المنافسه هو اللي يحاول يتاقلم مع الترجي الرياضي التونسي. لعبنا جبنا فيكتوار معناها مهمه جدا، كاتريام فيكتوار كونسيكوتيف بالنسبه لنا احنا. الترجي الرياضي التونسي اظهر انه معناها لما يتضرب بالكاو كيما لغه البوكس ما يتيحش، يقعد واقف على ساقيه. وكم شفتوا معناها كان جات كيب اخرى في مكان نحن ما كانتش معناها تعمل السلسله النتائج الايجابيه هذه. الماتش بليزون، ماتش فيه برشا اونشينمون، فما فوليوم دو جو محترم من الاسبي من سي ا بي. ليسبيرونس كي تشوفها كيفاش قتلت الماتش تقول لي شكون كي دوميني. حقيقه سي ا بي كي دوميني، خلقنا اكثر من فرصه ما جسمناش، لا كونكريتيزاسيون هي اللي نقصتنا. اللي عمل الفارق معروفة الاسبيرونس كي ما تلقاش لي روبير نتاعها، لي بالاريتي هذه كنا قارين الحساب، رينا شفنا في الفيزيوناج، كلمنا عم لاعبيه نتاعنا، لكن فما حقيقه هي المورفولوجي نتاعنا ومتاع السي بي ماهيش باريك. اليوم راك تشوف جاونا برشا فرص، كنا نجموا نجسموهم جسمه واحده ولا اثنين، يعني كنا نجموا نوفيو الماتش مقابل التعادل ولا نوفيو الماتش رابحين. على غالب يعني كما نادي رياضي بنزرتي يعني في الطريق الصحيح. نادي رياضي بنزرتي جمعية كبيرة ومش على ماتش نيل ولا على ماتش خسارة باش ندخلوا يعني في تدخل فينا الدوت ولا نقولوا لا كريز ولا لا بالعكس، يعني الناس كل سوليدير مع بعضها، الناس كل مع بعضها، الناس كل تلعب مقابلات في الربح مع بعضها وفي الخسارة مع بعضها. دونك كان سجلت هدف ولا اثنين رانا توا الحكايات الكل تبدلت ورانا توا نحكيو في مواضيع أخرى. كرة حبتش اليوم على غالب، هما معناها من كوزيان واحدة ماركيو سير بداليتي واحنا كيف معناها جونا برشا بداريتي وديك الكرة كاو لا ماتش تضم يتلعب على جزء صغار، احنا ضيعنا وهما معنا على كرة واحدة ماركيو وخليته.